السلام عليكم. السلام عليكم. تقبل الله صلاتي. هل لي أن أسألك بخصوص الذي فعلته للجوي؟ كان قد ترتب علي سجود البادي ولكن نسيت، وبعد أن تذكرته ورجعت وأتيت به مستحضرا قول ناظم العبقري، وذاكر البادي يسجد متى ذكره ولو بطول يافته، أي أن المصلي إذا نسي سجود البادي فليأتي به متى ذكره ولو بطول مدة. قال الشيخ ابن عاشر: واستدرك البادي ولو من بعدها. جميل. وماذا عن السجود القبلي؟ أذكره عن شيخنا في هذه المسألة. أما بخصوص السجود القبلي فنميز حالتين. الحالة الأولى إن تذكره بعد زمن قصير، وهنا في هذه الحالة يأتي به على هيئة السجود البعدي. الحالة الثانية إن تذكره بعد زمن طويل، في هذه الحالة نميز فيها حالتين كذلك. إن ترتب هذا السجود عن سنتين أو أقل فإنه يسقط عنه وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. أما إن ترتب هذا السجود عن ثلاث سنن أو أكثر فإن صلاته في هذه الحالة تبطل ويتوجب عليه إعادتها. يا شيخ عندي سؤال. تفضل. كيف نميز بين الزمن القصير والزمن الطويل؟ نميز الزمن القصير بمقدار المكث بعد الصلاة، والقول الراجح والمشهور هو العرف. فإن رأيت أنك أطلت فهو زمن طويل، وإن رأيت أنك لبثت مدة قصيرة فهو زمن قصير. هل فهمت الآن؟ نعم. بارك الله فيك وعلمك العلم النافع. صلاتي نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات. صلاتي يا راحة قلبي المعنى، وما خاب يوما مقيم الصلاة، أحب الصلاة ففيها نجاتي، وتسمو بروحي عن الملهيات.